طيب ينضم لنا هاتفيا الاستاذ بسام الشماع المؤرخ والخبير السياحي. استاذ بسام برحب بحضرتك. اهلا بيكم وصباح الخير على اهلا مصر صباح الخير كلها. يا استاذ بسام. الحقيقه فكره الارقام اللي احنا دايما بنسمعها يا استاذ بسام يعني نوصل ل 30 مليون، الحقيقه دي يعني بنحلم كتير ان احنا نوصل للرقم ده. مصر عندها كل المقومات السياحيه متكامله، اللي حابب سياحه ثقافيه موجوده، سياحه دينيه موجوده، سياحه من شاطئيه موجوده، سياحه علاجيه موجوده، كل انواع السياحات موجوده، لكن برضو مش عارفين نوصل للرقم الكبير ده. ودول جنبنا يمكن في المنطقه ما عندهاش المقامات اللي عند مصر بتوصل تفوق الارقام دي بكتير جدا. ايه اللي احنا محتاجينه الفتره اللي جايه يا استاذ بسام؟ أنا شايف أولاً إن التصاريح ديت يعني الحقيقة جاية في وقتها، فيها كثير من التخطيط القريب. يعني هو عندما يتكلم الوزير على فكرة أن هناك موقع اكسبيرينس ايجيبت ويناير 2023، يعني كمان كام يوم، فعجبتني جداً فكرة إن التخطيط قريب وإن الاستراتيجيات اللي محطوطة استراتيجيات قريبة التحقيق، وخصوصاً إن مصر في الفترة اللي فاتت وفي فترة هدوء السياحة في سنين وباء كورونا كانت مصر الحقيقة مشغولة بنجاح وبإنجاز في افتتاح عدد كبير من المشاريع الأثرية والتاريخية. يعني كلنا شفنا مثلا افتتاح عدد كبير جدا من المتاحف المصرية، زي متاحف كثيرة في البحر الأحمر وفي شرم وفي الغردقة وفي سوهاج وفي طنطا وفي كفر الشيخ. كل هذه المتاحف، عندنا كمان مزيد من المتاحف في مرسى مطروح وفي اماكن تانية، وكلنا في انتظار اعاده التاهيل والترميم لافتتاح متحف اليوناني الروماني في الاسكندريه، لان ده برضه هيعمل نقله كبيره في هذه المدينه السياحيه بامتياز يعني. فكل هذه النشاطات اللي حصلت في الفتره اللي كان العالم فيها قافل على نفسه الباب ولا يخرج خارج منزله، مصر أدت هذا الأداء، وده كان مرصود يعني، ده تم رصده. عندنا كمان موكبين عملوا اسم لمصر وجددوا فكرة ذكرى السياحة والآثار للعالم كله. الموكب الشهير في 25 نوفمبر السنة اللي فاتت في طريق المواكب ما بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر، وإزاي العالم شاف هذا الإبهار واستمع إلى الأغاني الهيروغليفية ايضا، فهنا السياحه الثقافيه. اذا لدينا هذه الخطه الاستراتيجيه. انا من سنه 1985 وانا مرشد سياحي، ومن هذه التجربه اللي تقريبا قربت على 40 عام في السياحه هنا وفي الخارج، استطيع ان اقول: واحد، الطيران. الطيران ان شاء الله مستمر دوري، عدد المقاعد بيزيد، هو دي التخطيطات والاستراتيجيات الحديثة، ان احنا نزود عدد رحلات الطيران الى اماكن عديدة. يعني مثلا انا لدي متحف جميل في مرسى مطروح، وفي نفس الوقت لدي شواطئ بجد يعني لا تقل ابدا جمالا، بل اكثر سحرا وجمالا من شواطئ كتيرة في اسبانيا وفرنسا. فازاي فرنسا بتدخل حوالي 100 مليون سائح في السنة، والسياح اللي بيروحوا فرنسا بيتفرجوا على اثاري انا في اللوفر. فاستمرار عدد المقاعد والدوريات بتاعه الرحلات الطيران لاماكن جذب لكل انواع السياحه في مدينه واحده، دي من مميزات مصر. منخفض التكاليف، عايزين كثير من الطيران المنخفض التكاليف، لان احنا طالعين برضو من 3 4 سنين كان اقتصاد العالم مهزوز فيه بشكل كبير. فالسائح اللي هيجي لك، احنا بنتكلم على السنه دي بالمناسبه 2022 وهذا الموسم الشتوي اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ده، انا بعتقد كواحد راصد للسياحه ومرشد سياحي وخبير سياحي من سنه 85 لحد دلوقتي، ده اقوى موسم سياحي والحمد لله منذ على الاقل حوالي 10 سنوات. تحسين التجربه السياحيه، التطوير، التثقيف بتاع الاطفال، المدارس، الجامعات، العمال، الناس اللي في المصانع، كل الناس اللي في الجهات الحكوميه، الوزارات، كل دول كلنا محتاجين تثقيف لكي نحسن التجربة السياحية ونحسن التعامل مع التجربة السياحية ومع السياح ذات نفسه. تحسين مناخ الاستثمار السياحي، اقتراحاتي بان احنا ننوع انماط وانواع السياحة. يعني مثلا سياحة مشاهدة الطيور، تخيل ان حضرتك دي سياحة غاية غاية في الجاذبية والاهتمام عند منظمات مشاهدة الطيور العالمية، وانا شخصيا يعني جربت هذا مع السياح قد ايه كانوا مهتمين بالطيور في اسوان وبني حسن في المنيا وبيسالوا عليها وانواع الطيور ايه. فبالتالي دي سياحه ممكن نسوق لها، السياحه البيئيه، رصد الحياه البريه، سياحه زياره المحاجر. تخيل دي حاجه ممكن ما تجيش على بال ناس كتير، لكن انا بقترحها
عمال المحاجر وعمال المناجم في العالم محتاجين يجوا يشوفوا المناجم والمحاجر اللي استخدمها المصري القديم في سيناء، واماكن زي سرابيط الخادم في سيناء. دي اماكن هتبقى جذابه جدا لعدد كبير جدا من عمال المناجم والمحاجر. المزارع، المزارعين في العالم محتاجين يجوا يشوفوا تجربتك انت في تخضير الصحراء، ودي تجربه ناجحه جدا في مصر. وازاي المزارع المصري بيستخدم ما بين الادوات القديمه زي المحراث والشادوف والترع والمجاري المائيه والمصارف المائيه مع الطرق الحديثه والطريق بتاع القرن ال21. سياحه متحف القطعه الواحده دي مهمه قوي الاقتراح ده يا جماعه، ويا ريت وزير الاثار والسياحه اللي انا شخصيا متفائل جدا بالتصريحات بتاعته الاخيره اللي حضرتك ذكرتها بتاعت ال 30 مليون سائح اللي بنتمناها فعلا كلنا واكتر كمان. حكايه سياحه متحف القطعه الواحده دي يا جماعه مهمه في ايه؟ ان احنا الاثر بيكتشف في حته مثلا زي كوم الحصن في البحيره، فانا هعمل متحف غرفه واحده هحط فيها لوحه كوم الحصن لانها اللوحه التي علمت العالم مثلا التقويم 365 يوم وربع، وهي من العصر البطلمي في طالمس الثالث. واحد، هشد السياح واجذبهم لمنطقه كوم الحصن في محافظه البحيره. صحيح. اثنين، صحيح، هيبقى في مشاريع صغيره ومتناهيه الصغر لشباب القريه وشباب النجع وشباب المدينه اللي فيه هذا الاثر اللي هيتحط في الحقيقه. استاذ بسام، يعني مصر غنيه بكل الاثار وبكل الانواع وبكل اطياف السياحه، ان شاء الله انا عشان في عام 2023 يكون عام السياحه المصري وفعلا نصل لهذا الرقم ونفوق اصلا 30 مليون سائح. شكرا جزيلا استاذ بسام الشماع المؤرخ والخبير السياحي، شكرا جزيلا لحضرتك، وبنخرج سريعا لموجز الاخبار مع زميلتي نجلاء الجعفري بعد الفاصل.